رجعناكم مشاهدينا ومباشرة مثل ما تشوفون بانضمام الفنان جواد مراد. إذا احنا بفقرة الكاريكاتير. صباح الخير جواد، شلونك؟ شو أخبارك؟ جواد شنو المربع على بكية ها؟ الربيع الأخضر. اسفل انا لحالي فانا يعني اختياراتي هلا فايطه بالحيط يعني ما بدك ما تركزيني عليه. صدق؟ يعني مو انت اللي شلون تختاروا اللي تحطهم الاشياء. يعني هلا في شو بيقولوا في الاشياء اللي كانت مسوي في خطوط عريضه بعدين وفي خطوط حمراء وهي لا هتصير وهذا ما يصير. صباحك يا جواد منورنا دائما. سلام يا رب. و حننتقل وياك طالما اجيت لموضوع ناويك ان ناخذه بس بكرنا به شويه. الحجامه ومفهوم الحجامه. نعم يعني ضحكني الموضوع بده يرسم عنه يعني هو شنو يعني انت هو بتخيل الفكره فده يضحك عليها شايفني يريد يحكي نكته فيضحك عليها وبعدين يحكي هي هم صارت تجاره ترى الحجامه تدرين هسه بالاونه الاخيره صارت نوعيه من التجاره اي واحد قام انه تلقيه شيخ يقول هذا الشيخ يسوي لك حجامه مره قاعده بالبيت بحياتها ما دار سوى لها شيء انه هاي يسوي لك حجامه راسي يوجع امي تقول اسوي حجامه رايحه خطيه امي ايش تعرفون عن الحجامه؟ الحجامه اصلا ما ياخذون فلوس لازم انه اوكي فشي يسوي لك يعني شلون انه علاج علاج بس هسه امي رايحه خطيه راسها من نانا جرح من نانا جرح وايد ظهرها يوجع حجامه والدتش؟ اي قلت ماما يعني منو يجي مسوي ميت؟ فاتت بخناقه اي فصارت تجاه هلا الفكره الحجامه عم نحكي عن لكاسات الهواء ما؟ ايه هي هاي المفهوم الحجامه يعني تمام ايوه هلا وليش ايه بصراحه يعني ليش نسويها؟ منو يحتاجها؟ اي في هلا هي قالت هي صح اوكي مشان عن يمكن الروماتيزم هالقصص بيستعملوها روماتيزم اللي هو الهواء كل شيء صار مستخدمه هلا اذا واحد مثلا بقلبه حدا بده يطالعه فطالع له حجامه يعني ايه ما علينا قبل فتره سووا صوره قالوا ليش شفايف اللي يسوي ده ينفخ شفايف حاطين حجامه هذا يسحبوا عليه نوع اخر يا حبيبي كان مفهومها قبل اللي امراض الروماتيزم هسه صارت الناس تقول لك تجديد الدوره الدمويه سحب السموم من الجسم من هالتفاصيل هاي اي يعني انه الكل يحتاج حجامه مو شخص مثلا مريض يعاني من مفاصل او عظام او روماتيزم مو مثل امك يعني تبع تجريح وسكاكين وكذا مو بتعرف شنو يعني مدمرتها هاي ركبتها من هنا خطيه هي مو قالت له هنا ميوجع شايف المره من تقعد تروح يوم وحده تقعد تسوي هنا 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 همينه هنا قلت ماما انت شو مسوين فيك؟ ابوي قلت له الحجامه مو هيك مره انه شوي يسحبون الدم السموم اللي يطلع من الجسم اوكي بس هاي خطيه يعني مدمريها دمار وهي صارت تجارب يعني منو خايف انت التجربه؟ لا والله يعني ولو انه لو في حدا خبير يمكن واحد يجرب يعني ايه انه اذا يحتاج خاصه انه انواع الشغل النابت كثير القعده والتشنجات على طول هيك عم يعني صح. من بعد ما بروح على الرياضه ما ضل هيك اوجاع بس نحن عم نحكي عن المفروض يكون في ناس مختصين في صح. يعني في صحه هو هو نوع من انواع العلاج الطبي الفيزيائي المعترف به حتى بالصين حتى باليابان يتسوى بس مؤخرا يمكن حتى شفت انه بهوليود صار ايه في مراكز ايه في بس من العلاج الطبيعي في نجوم نانا يعني الناس اللي تسوي بهالبلدان اللي احنا ذكرناهم مختصه دراسات كانه دا يدرس قسم من الطب ومرخص شي مطور يسوي متطور بيته فاتح له غرفه بالبيت مثل ما انا قلت وياهل يجي يعني واحد لا في ضيوف بيقوم الضيوف لا لان هو مدروس وين تنحط بالضبط سواء يعني العلاج اللي العلاقه بالحجامه او الوغز بالابر هو هاي اخطر هاي اخطر طبعا يعني هاي احيانا اذا ما مختص الشخص ممكن تشل العصب عنده مو هاي همين اسيل الابر اللي دي يستخدموه للناس اللي موجود يعني ماكو اي يعني تعقيم ماكو هذول الابر يحتاجون تعقيم يحتاجون نوعيه خاصه انت يعني اي شيء مثل الجلد انه بس انجرح اسم الله اذا اكو مرض ينتقل راسا فالحجامه انا ما اعتبرها شيء سهل للناس انه تروح يم هاي 20000 هاي 15000 يعني تخوف لانه هم اكو بيها جرح اي شخص ما مختص يعني اكيد انه يعني ينتقل امراض هوايه هي يمكن ما اعرف شلون يحرقون شيء يخلوه داخل مثل الكاسه هالمبدا يسحب الدم هيك المبدا هو النار لما يعني اي مكان فراغ في هواء جزء من الهواء هو الاكسجين فالنار بدها تحرق الاكسجين تمام تصير فراغ مشان يصير فراغ فبيسحب يسحب يعني زي بالنسبه للحرق على الجلد
هلا المفروض ما لازم يصير حرق، يعني في قليل ما لازم يصير حرق، لهيك انه لا واحد يصير جرح مو حرق هيك يصير. ما هي عم يسحب دم. اي طيب يعني اذا يصير حرق مو هذا ياثر يعني جوز ما يطيب الجلد؟ ما هي حرق، لا مو حرق جرح. انا شايفه يعني بقع حمراء تصير. ما هذا من الجرح. مو جرح ايفا، هو على يعني ما عم يحطوا كاسه او كذا مع هي سموها جامد تمام ايه؟ فبيمتص الجلد، ما جلد فيه دم هذا الدم بيطلع لبرا، يعني هاي مبداها. وخطين دا ذكر شكل امي من نانا هاي طبعا من نانا يسوي لهم براسهم، هذا انا ما فهمته. يعني هي شوفي هي احنا طبعا يعني هي معترف بها انه هي علاج لانواع معينه، وشيء طبي صحي مو قلاوي من يعني احنا مدى نستهزئ بها. بس وهو علاج اكيد وينفع ومعترف به من قبل يعني مئات او يمكن قبل الاف السنين، وكاتب زمن بدول متطوره دي يشتغلون بالعلاج الفيزيائي وغصب الابر الحجامه وغيرها من الامور، ولكن بشكل متطور اكثر. الجانب اللي احنا بدنا نتحدث عليه الكوميدي هو انه ياهو يجي صار معلم فيها، صار لي طبيب. بقول لك ما حد ما دارسه انه هي تسوي حجامه، شلون تعلمتي؟ جدي علمني. بالتجربه. جدي علمني، جدها علمها، جدها كان شيخه علمها. بالتجربه. اي يعني اوكي هي توارثيه مو غلط. بس مو غلط. انت مثل ما قلتي الواحد يتوارث. احيانا انت تسوين شيء من مكان هذا الدمار انه يصير شيء يصير بيك شلل، اسم الله شنو يعني؟ سويتي حجامه استفاديتي؟ احنا يمكن يعني هذا العالم شويه يبقى مبهم لانه ما مسلط عليه الضوء. ومعظم الناس بتشتغل بهالموضوع تضم نفسها لانه بدون ترخيص بدون موافقه، ومن تتسبب كوارث لبعض الناس يجون ينكرون انه لا انت صحيح. يعني مشكلتك هاي انت ما قلت لي عندك سكر، ما قلت لي عندك ضغط، ما قلت لي عندك جلطه، ما قلت لي يعني موضوع طبي يعني بحث، لازم يعني يدرس حالته يسمح جسمه او ما يسمح، انواع الامراض اللي موجوده عنده، ممكن يرتفع ضغطه، ممكن يحترق بشرته، يعني كثير شغلات يفترض يعني مثل ما الطبيب يحاورك ويكتب لك راتشيته ونفس الشيء. هنا أنا أسيل بأربيل اكو سنتر واحد انا اللي شايفته، يعني يمكن يجوز اكو هيك اشياء فاتحين اصغار، هذا السنتر مكتوب عليه سنتر للعلاج الطبيعي معترف به وعيني معترف قدامي كتب بالالماني، يعني رجال الماني وحده بنيه كرديه ترجم، يعني دي يسوي كل شيء انه هو مو دكتور، هو قال اني مختص بالفيزياء ما اعرف دراسه واحد فيزياء شنو اي فكل شيء تروحين لي ماكو عنده عمليه وعنده هذا النوع من الحجام، بس هم مو حجام يعني مثل هذا الحجام مالتنا هيك يسوون صح وخز الابر يمكن عندهم نوعيه من مثلا اللي ظهرها يوجع يعطيها نوعيات رياضه صح. معينه اني والدتي يعني صار لها سنوات كلش استفادت امي تتعالج بالوخز بالابر كل فتره، وعلى فكره لازم يعني اقل شيء بين فتره وفتره 6 شهور اني هاي يعني كأنه من اللي ياخذها يعني مو كل يوم تروح تجرب على نفسك. امي كل شهرين تقريبا او كل 3 شهور تجي انه يغير لها الرياضه ويزيد لها العادات انه الظهر لا الركبه اقصد الحجامه والوخز بالابر هو موجود في المانيا دا يعالجون به الحالات اللي مثلا عندها اوجاع معينه بالظهر ما تتعالج، عندها تقوس مثل يعني هنا أنا امي رجلها يوجع من وراء اهم سوالها فد شيء انه نوعيه من العلاج مو عمليه، هذا جميل ولا اروع بس احنا قليل عندنا اذا توفر كنا ممكن انه نعالج انفسنا بهاي الامور. اكو مساج للوجه يسووها طبعا في رقابه صحيه عليها معترف به ومدروس الموضوع وبيها رقابه يعني نقابه السيارات بس مو كل عطار يقول اني يعني معالج وكل فتره هذا طبيعي احنا دكانه باع على شويه بهارات وشويه عطاره وكاتب يوجد لدينا الحجامه يوجد لدينا حجامه وباسعار منخفضه معالجه اللي ما اعرف شنو هي خلينا نشوفها يلا تاخذها الكاميرا ونشرح عنها ليش كان عم يضحك اي انت طول شو اسمه طول الرحله انت من بدايه تضحك وما نعرف ليش لانه الفكره عم نحكي عن في شخصين واحد عم يعمل الحجامه عم يسال صديقه ما بدك تعمل حجامه عم له لا انا مكتفي ببوسات عمتي
ذاك العمات شلون يبوسوا العمات خاطر يبوسوا هاي شي جرل فانا ما تحتاج لا حجامه ولا شيء ولا بواساتها زمان هاي ما كل شيء هاي بثبت لك فيها ويلا يا جواد ذكرتني انك انت صغيره من هيك تضحك انا من بيتنا ذكرت لازم نسوان كانوا يبوسون كنت اركض اقول ما اريد سبحان الله تمام فهي يعني بوسه من القلب طبعا محبتهم يعني الخالات والعمات اي طبعا النسوان الكبار تلاقي بس ايش خطر ببالك تجمع هالفكرتين؟ لانه احيانا مثلا انت لما هو سحب يعني بيمتصش قصده لما انت تخلصي من عمليه مثلا السلام على عمتك خالتك اللي هو فانت بتفكر حالك انت عند الحجامه هون بيزرق وبده بينزل وكذا يعني تمام فهو ربط بين الشغلتين طبعا عم نجيب سيره بمزحه يعني اكيد لانه ما فيك ترسمي عن الموضوع الا اذا كان ويمكن لا يا بدك رأيك يمكن هاي اللسة تنباع مالت تكبير الشفايف انه نفس المبدأ طبعا بسبب التشوهات الكثير من البنات انه كثير تشوهات سببت مثل هي صدق أزيل يعني الصدق انه السحبه يعني شايف هذول لا والله ولا من يبوسوك اتقزز لا هذول النسوان الكبير بالعمر يعني من يبوسوك احنا بالكردي ايش يقولون يقولون البنية من تبوس يقولوا لها ماتش بس ايه الكبيرة بالعمر من تبوس يقولوا لها ماتش يعني هيك يطلع هيك سحب بيعم تصير الله ما في حدا فينا بركة بهم اكيد لا شك يعني حمزح اكيد يعني طبعاً ولكن طبعا يعني حبيت هيك تربط لانه كثير مرات كانت تصير هيك بالاعياد خاصه خالات والعمات انت بدي حاول تهربي منه بس ما تهربي يعني غير ربط يعني دا اضحك على الفكره انه شلون ربطتها مع بعضها يعني ما تبهرني جواد تصدمني فانه حد لازم يقدر ما بعرف يعني يستفاد من هالحاله بلا ما يروح عند الحجامه مثلا اخر تسلم ايدك يا جواد عاجبت ايدك جواد طبعا سجمت ايفا قامت قلبت على الكل اللي عم يضحكني كانوا اللي عم يضحك هلا انه واحد عم يتذكر انه عنده قديش مر عليه صحيح عادة يعني نتذكر الأشياء الحلوة ويمكن نتحسر عليها يعني هي صح. ما عادت حتى هالأمور هاي ما عادت موجودة هي غلط أصلا بالعكس أيام زمان كلها على الإنترنت ظلت على المناطق المقتصرة يعني الناس البسيطة بالأرياف المناطق هيك البسيطة هلا صار كله كل حدا في مسافات يعني يمكن كل حدا بعد عن عمات والخالات هذول اللي بيحطوه بالمحبة والحنان هذا ايوه وعلى قد أنت المحبة تعبر طبعا لا شك عنها لا شك بانه شلون تبوسك بهذا بس المشكلة انه انت تصل لبين الشباب والاخر لما انه طريقة المصافحة والسلام هي من عاداتنا وتقاليدنا يعني تمام كثير ناس تاخذها كثير يعني جدية كثير تشبه الحجامة ما عاد لها علاقة بالسلام اوكي انا كنت اروح اغسل وجهي جوا هذا بكل عقلي اقول لا ما اريد اغسل وجهي يعني ايه 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 ايه